أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بينهم مصوران جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ذكرت أن قوات الاحتلال قمعت مسيرة في قرية كفر قدوم الأسبوع الجاري، وأطلقت الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين فيها. معي للحديث حول هذا الموضوع الناشط الحقوقي الفلسطيني ومدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا سيد محمد جميل. أهلا بك سيد محمد جميل في هذه الحلقة من حقوق الناس. الاحتلال الإسرائيلي دائما ما يستهدف الأنشطة الأسبوعية للمقاومة الشعبية، فهذا الإجراء الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بقمع هذه المظاهرات، ما هي أوجه المخالفة سواء حتى في القانون الدولي والقانون الفلسطيني التي يقوم الاحتلال من خلالها بقمع هذه المظاهرات؟ طبعا هذا يعني منهج الاحتلال اعتاد عليه بسبب بسيط جدا، أنه لا يوجد أي رادع يمنع مثل هذه الممارسات. هذه أنشطة سلمية يعني مشروعة في القانون الدولي وفي كل الشرائع السماوية. الاحتلال يواجه هذه الأنشطة السلمية بالقوة العنيفة، غالبا ما يطلق النار، يطلق الغاز المسيل للدموع الذي بسببه استشهد الكثير من الفلسطينيين، ولقد شاهدنا كثير من حالات الاختناق أدت إلى الوفاة المباشرة في المكان. فهذا احتلال اعتاد على خرق القوانين الدولية، اعتاد على خرق الاتفاقيات الدولية، كان يتحدث عن العمليات العسكرية وخرجت أصوات بعدم عسكرة الأنشطة. لكن هذه كلها أنشطة سلمية كما نرى، يعني شبان يعترضون على الاستيطان المجرم بالقانون الدولي، فما يقوم به الاحتلال بإطلاق النار، بإطلاق الغاز المسيل للدموع، أليس جريمة أيضا؟ طبعا هذه جرائم حرب، جرائم حرب موصوفة. هو يستخدم أسلحة حربية بمواجهة أنشطة سلمية، ويستخدم أسلحة حربية كما لو أنه في معركة يوجد فيها تبادل لإطلاق نار، وهذا غير جائز في القانون الدولي ويشكل جريمة حرب في وفق اتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين زمن الاحتلال. فكما قلت، هذا نهج الاحتلال منذ عشرات السنين، منذ أن وطأت أقدامهم أرض فلسطين واحتلوا هذه الأرض، أرادوا قمع الناس، شل إرادة الناس، منعهم من الخروج، منعهم من الحديث، منعهم من الاعتراض على أي من الإجراءات الإجرامية التي يقوم الاحتلال بها يوميا في الأراضي المحتلة. والسبب في استمرار مثل هذه الجرائم هو سكوت المجتمع الدولي. طيب، وهناك جرائم أيضا تقال الطفولة الفلسطينية. نادي الأسير الفلسطيني قال إن سلطات الاحتلال تواصل استهداف الشبان الفلسطينيين والأطفال الفلسطينيين بالاعتقالات. نادي الأسير والذي يتابع أوضاع الأسرى الفلسطينيين قال بأن القوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس اعتقالا ممنهجا طال الآلاف من الأطفال على مدار عقود، وأن الاحتلال قام باعتقال نحو 140 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما، بينهم فتيان ما زالوا رهن الاعتقال الإداري، وذكر منهم فيصل العروج من بيت لحم وأمل نخلة من رام الله. كيف تنظر أستاذ محمد لاستمرار قيام الاحتلال الإسرائيلي باعتقال شبان دون 18؟ يا سيدي، يعني الطفل الفلسطيني يعيش حياة مختلفة تماما عن كل أطفال سكان الأرض، إضافة إلى الظروف المعيشية التي تعلمون بسبب كثير من الظروف الاقتصادية والعمل المبكر وغيره. الاحتلال زاد من مأساة الطفولة في فلسطين. وهم يلعبون الاحتلال حاضر، وهم نائمون الاحتلال يحضر، زوار الليل، اعتقالات
يعاملون كما لو أنهم بالغين، أثناء لعبهم تطلق عليهم النيران والمسيل الدموع والمطاط أثناء ذهابهم إلى المدارس. فلا، وأيضا فلا يوجد بيئة آمنة، لا يوجد بيئة طفولة. الاحتلال زاد الطين بلة في كل، هناك إحصائيات تتحدث عن أرقام مذهلة، 700 حالة اعتقال للأطفال ما دون سن 18 سنويا، أكثر من 2000 طفل قتلوا على يد سلطات الاحتلال منذ عام 2000. الطفل الفلسطيني لا يعامل كما الطفل الإسرائيلي. لم نشاهد قوات احتلال مدججة بالأسلحة بالليل تذهب لاعتقال أطفال دون سن العاشرة. والسؤال أيضا هنا، المنظمات الدولية ومنها منظمة اليونيسيف المعنية بالطفولة لماذا تبقى ساكتة؟ اسمح لي أن أسمع الإجابة بعد هذا التقرير. يصادف اليوم الخامس من نيسان إبريل يوم الطفل الفلسطيني. أن هذا اليوم يذكرنا ويذكر العالم بأننا أطفال فلسطين نعاني من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من خلال هدم البيوت والإخطار بالهدم واستهداف الطلبة واعتقالهم والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية. يأتي هذا اليوم وأكثر من 200 طفل من زملائنا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف قاسية ولا إنسانية تفتقد لشروط الحياة الطبيعية والتغذية الغير ملائمة لاحتياجاتهم كأطفال وتخلو من الظروف الصحية. إذن أستاذ محمد، هذه المنظمات الدولية ومنها اليونيسف لماذا تبقى ساكتة على ما يجري للأطفال الفلسطينيين؟ يعني اكتفت هذه المنظمات فقط بإصدار البيانات والتنديد وإصدار الإحصائيات، لا يوجد إجراءات عملية على الأرض تردع هذا الاحتلال. والدليل على ذلك ما نشاهده يوميا من فيديوهات وغيره من الصور، كيف أن الأطفال يعذبون جهارا نهارا على أيدي قوات الاحتلال، وما خفي في أقبية التحقيق في الزنازين الضرب والتعذيب و كل أنواع الإهانة التي يتلقاها الأطفال تمر بدون رادع بدون أي عقاب. دعني أؤكد على مسألة، أن هذا نهج واستراتيجية وعقيدة لدى الاحتلال، والسبب أن الشعب الفلسطيني شعب فتي. 45% من سكان فلسطين في الأراضي المحتلة هم أطفال، فلا تعجب عندما يستهدف الاحتلال هذه الشريحة بهدف زرع الرعب في قلوب هؤلاء الأطفال، حتى عندما يكبرون يكونون أذلاء، يكونون رهن الأوامر التي تصدر لهم من هذا الاحتلال. لكن الحقيقة والإحصاءات تقول أن كلما زاد القمع وكلما زاد القهر ازدادت إرادة هؤلاء الأطفال صلابة، وصاروا أكثر قوة وأكثر خطرا على الاحتلال، بسبب ازدياد تمسكهم بحقوقهم المشروعة وتطلعهم لإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس نحو الحرية ونحو العيش بكرامة كما يعيش كل سكان العالم. مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل، شكرا لك. وأستضيف من الخليل الناشط الحقوقي الفلسطيني هشام شرباتي. أهلا بك سيد هشام في هذه الحلقة من حقوق الناس. هل لديكم إحصائيات حول أعداد الأسرى الفلسطينيين دون 18 الذين ما زالوا يخبعون في سلطات الاحتلال الإسرائيلي؟ نادي الأسير تحدث عن 140 طفل تقل أعمارهم عن 18 ما زالوا في سجون الاحتلال. صحيح، طبعا هذا عدد هو أطفال إما محكومون أو معتقلون، حتى جزء منهم معتقل إداريا، لكن طبعا من المعروف أن القانون العسكري الإسرائيلي هو يتيح محاكمة الأطفال الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، وطبعا يتيح حتى مساءلة الأطفال الذين أقل من ذلك من فوق 10 أعوام، لكن دون فرض عقوبة السجن عليهم. وما التهم التي يوجهها الاحتلال لمثل هؤلاء الأطفال الأبرياء؟ يعني هناك خليط من التهم. طبعا
التهمة الأشهر والأكثر رواجاً هي رشق الحجارة باتجاه قوات الاحتلال. طبعاً هذه ربما يعني يجري اعتقال 90% من الأطفال الفلسطينيين بهذه التهمة، لكن يعني أحياناً قد يكون هناك تهم أخرى مثل مضايقة الجنود، يعني التواجد في مناطق عسكرية، إزعاج الجنود، ويعني هناك يعني خليط كبير من التهم. طيب سيد هشام كانت متابعة لهذا الملف، ماذا عن معاناة هؤلاء الأطفال في سجن الاحتلال؟ هل هناك معلومات كيف يعاملهم الاحتلال في السجن؟ طبعا يعني فوق 90% من الأطفال الذين يجري اعتقالهم يجري المس بهم وتعريضهم يعني لسوء المعاملة أو التعذيب. طبعا إذا ما استمر اعتقال الأطفال معروف أنه مثلا في بعض الأحيان يجري اعتقال الأطفال القاصرين مع كبار السن، وهو طبعا مسألة محظورة. أحيانا يعني الأطفال الذين يحتجزوا معا تحاول إدارات سجون الاحتلال الاستفراد بهم والتنكيل بهم كونهم قصر. هناك دائما محاولات لتجنيد الأطفال وجعلهم عملاء للاحتلال بإشاعة أجواء من التخويف وما إلى ذلك. يعني هناك خليط كبير جدا من الممارسات غير الإنسانية وغير القانونية التي تقوم بها دولة الاحتلال تجاه الأطفال الفلسطينيين. طبعا أحيانا كما قلت أيضا يجري اعتقال أطفالهم دون سن الاعتقال. في هناك مناطق يعني تجري فيها عمليات اعتقال ربما بشكل دائم. القرى الفلسطينية والمخيمات الفلسطينية الموجودة بالقرب من الطرق الرئيسية والالتفافية التي يستخدمها بشكل مكثف الاحتلال والمستوطنون. شكرا لك الناشط الحقوقي الفلسطيني هشام شرباتي، كنت معنا من الخليل. ونبقى في موضوع الأسرى الفلسطينيين، حيث يصادف هذا الأسبوع أسبوع الأسير الفلسطيني في يوم الأسير الذي يأتي في 17 من نيسان في الأسبوع المقبل. ومن أجل ذلك انطلقت فعاليات أسبوع الأسير في الداخل والخارج للتضامن مع الحركة الفلسطينية الأسيرة. مبادرة فلسطيني أوروبا للعمل الوطني نظمت فعاليات لدعم الأسرى الفلسطينيين. للحديث عن هذه الفعاليات أرحب بنائب رئيس المبادرة، مبادرة فلسطيني أوروبا للعمل الوطني، سيد عمر فارس. أهلا بك سيد عمر فارس معنا في برنامج حقوق الناس. بداية، في مبادرة فلسطيني أوروبا للعمل الوطني، لماذا تخصصون أسبوع للأسير الفلسطيني؟ ما أهمية الحركة الأسيرة الفلسطينية من وجهة نظركم؟ الحركة الأسيرة الفلسطينية هي أساس لكل تحرك النضال الفلسطيني. هناك آلاف من المناضلين الفلسطينيين من مختلف الأعمار، نساء ورجالا وأطفالا، يقبعون في سجون الاحتلال الصهيوني. من هنا تحركنا في أوروبا من أجل الضغط على إسرائيل، من أجل إطلاق سراح هؤلاء الأسرى، من أجل العمل مع المنظمات الحقوقية الأوروبية، مع البرلمانات الأوروبية، مع كل القوى السياسية، حتى نكون فاعلين في دعم أسرانا. لا تنسى أن هؤلاء هم من أجل قضية شعبنا العام، من أجل حرية شعبنا، موجودون داخل السجون الإسرائيلية. يجب فضح سياسة التفرقة العنصرية والأبرتايد الإسرائيلي التي يعاني منها كل شعبنا. وما هي الفعاليات سيد عمر فارس التي تنوون القيام بها فعلا لتسليط الضوء على المعاناة التي يعانيها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال؟ الحقيقة هناك بالتعاون مع مؤسستين، مؤسسة تضامن ومؤسسة الأسرى الفلسطينيين، نقوم بعمل مجموعة من الندوات حيث نستضيف حقوقيون عرب وفلسطينيون وأوروبيون، كذلك نستضيف أسرى سابقون محررون نساء وأطفالا ورجالا، نستضيف عضو من البرلمان الأوروبي. هذا بشكل عام يعني. ولا طبعا نعطي معلومات عن الأسرى ما يعانون منهم بشكل مباشر من الناس الذين عانوا من الأسر صراحة. طيب الآن الاتحاد الأوروبي، كون هذه المبادرة هي موجودة في أوروبا، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي للضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وخاصة هناك أسرى
تعتقلهم قوات الاحتلال دون تهم كأسرى الاعتقال الإداري؟ الحقيقة هي محاولات من طرفنا لجعل كل القوى العالمية المحبة للسلام وللحرية والذين هم يتشدقون بالديمقراطية أن يضغطوا على إسرائيل من أجل لذلك قرار المحكمة الدولية من فترة الذي أجاز للفلسطينيون بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين شكل رعب، وبالنهاية هذا الضغط العالمي سيشكل فعلا ضغط على القيادة الإسرائيلية المحتلة وسيساهم في شرح بشكل عام كل معاناة الشعب الفلسطيني وبشكل أساسي الأسرى. سؤالي الأخير لك سيد عمر، الآن هذه المبادرات التي تقومون فيها بتسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين من خلال النضال الفلسطيني، ما تأثير مثل هذا الشكل النضالي في نصرة القضية الفلسطينية عموما؟ أولا المبادرة الوطنية لفلسطين أوروبا قامت من سنة من خلال تشكيل مجموعة لمتابعة فلسطينيين في أوروبا الذين يعانون من الكورونا ومتابعة الفلسطينيين بشكل عام، ولكن بعد مرور الوقت وصلنا لنتيجة أنه نحن سيكون لنا دور في النضال الفلسطيني خاصة أمام إجراء انتخابات فلسطينية قادمة، أن يكون دور للشتات الفلسطيني في أوروبا. نحن نعادل عددنا حوالي 700,000 ولدينا الحرية للتحرك هنا، لدينا الحرية لنقل الصوت الفلسطيني في المنابر، إضافة سنقوم بمساعدة شعبنا بالقدر الذي نستطيعه ماديا ونستسير القوافل والحملات إلى 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 فلسطين كما كنا نعمل بشكل يعني من خلال تنظيماتنا. القسم الكبير منا هو كوادر فلسطينية وقامات عالية سياسية كانت ناشطة في العمل الفلسطيني منذ زمن طويل. شكرا جزيلا لك نائب رئيس مبادرة فلسطينية أوروبا للعمل الوطني سيد عمر فارس، كنت معنا من بولونيا.